السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا خواتي يا حبايبي يا متابعين؟ اليوم هعمل لكم إن شاء الله وصفة سورية، الكبة باللبن. تابعوا معايا الفيديو من الأول للآخر وشوفوا كيف حضرناها، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم بهذا الفيديو. مكونات هذا الطبق، حنعوز لبن زبادي، هذا كيلو، نحن حناخد بس جزء منه، كيلو كامل الدسم، وهذه كبة جبتها من واحدة صاحبتي، وحنحتاج نشا ذرة وشوية لوز وكزبرة وملح وكاسة مية، هذا المية باردة طبعا، كاسة مية علشان ندوب فيها النشا، والكاسة هذه حنحطها على اللبن. على بركة الله حمينا الزيت زي ما انتم شايفين، شايفين كيف؟ هنقلي الكبة زي ما انتم شايفينها، شايفين ما شاء الله تبارك الله زي ما هي بالزيت هي متلجه، لأنه لو بردت حتخرب علينا. ما حنحط الطنجرة أكثر من 5 حبات علشان يستوي الزيت. في هذا الوقت اللي بيتقلى فيه الكبة هنعمل اللبن الزبادي، شايفين اللبن الزبادي كيف؟ شايفينه؟ هناخد نص الكمية. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ وحنحط عليه النشا، هذا النشا، شايفين؟ حناخد منه معلقة، معلقة، وهذه معلقة، وحنحركهم تماما لما يدوبوا، حنحطه على اللبن. طبعا اللبن لازم يكون مش بارد كتير، طلعيه برا قبل حب ساعة علشان ما يكونش بارد. بدنا نحركه لحد ما يصير القوام ناعم تماما، شوفوا كيف القوام ناعم، شايفين؟ هنحط عليه نص معلقة الملح. على بركة الله لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدوا اعجابكم بهذا الفيديو. انا فيديوهاتي سريعة وسهلة. هنحطه هالقيت على النار مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يكون التحريك مستمر علشان في نشا، عشان ما يكتول معانا اللبن. شايفين كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. بس يبدأ يغلي الكبة اللي نحنا قليناها، حنسقطها عليه. على بركة الله لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدوا اعجابكم بهذا الفيديو. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الكبة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. نرفعها طبعا، حط الصحن ما شاء الله تبارك الله، أخذت اللون الذهبي. ما شاء الله الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. نحط دفعة ثانية من الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، شايفين اللبن كيف بدأ يغلي مع التحريك المستمر، مستمر تحريك.
علشان ما يعني ما يكتوي معانا. هنسقط الكبة اللي احنا قليناها اللي هي هذه شايفينها، هنسقطها جوت اللبن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخليها في اللبن لمدة 10 دقائق. شايفين ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بعد ما ندخل الكبة باللبن نسيبها على النار شوية، هنقتحلها تومة، وبعد ما تستوي التومة شوية يصير شوية لونها مقبول. شوفوا كيف احنا حطينا الزيت، حطينا التوم، هنقليه شوية يعني مش يكون ما يعني محمر على الآخر، لا طبعا ما حنحط الكزبرة هالقيت ليش؟ عشان احنا عايزين الكزبرة تكون خضرة شوية. لما تتقلى التومة شوية نحط الكزبرة. ايوه على بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك، تدوا اعجابكم بهذا الفيديو. هنحط الكزبرة. شايفين ما شاء الله. نحطها على اللبن. التومة، وبعد ما تستوي التومة شوية يصير شوية لونها مقبول، نحط عليها الكزبرة. ما بدنا نحط الكزبرة على التومة علشان ما بدنا الكزبرة تصير يعني تتقلى كتير. بدي اشوفه بدأ كيف يغلي. هنجيب القدحة، مدحناها على بركة الله، هيا شايفينها، وحنحطها عليه. ما شاء الله تبارك الله. هذا طبق سوري دمشقي ما شاء الله تبارك الله. هنقيتها شوية كده، نسيبها على النار شوية وبعدين نغرفها في صحون التقديم على بركة الله. طبعا خليناها على نار هادية شوية قبل ما نقلي اللوز على بركة الله. هنحط اللوز نقليه اللي هو نزين فيه الطبق تبعنا من فوق. ما شاء الله تبارك الله، اللبن بدأ يغلي مع الكبة واللوز بدأ يتقلى. اللي هنحطه على صحن على وجه اللبن الكبة باللبن، وهذا كبة بنقليها عشان ناكلها مع الليمون. على بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدو اعجابكم بهذا الفيديو. الحمد لله خلص طبقنا اليوم، وهو الكبة باللبن. ان شاء الله ينال اعجابكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدو اعجابكم بهذا الطبق. طبق كتير كتير لذيذ على بركة الله. ما شاء الله تبارك الله. هنغرف القبة على بركة الله. ما شاء الله تبارك الله. الحبة بحبتها ولا تكسرت معانا ولا أي شيء، زي ما انتم شايفين. شايفين؟ نقوم في تزيينها، تزيين الصحن هذا بالصنوبر او اللوز زي ما انتم بتحبوا. هذا بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا اعجابكم بهذا الفيديو. كتير كتير رائع هذا الفيديو لمحبين الكبه.